تواصل مؤسسات الأسرى في محافظات الضفة اعتصامها الأسبوعي المساند للحركة الأسيرة التي تمر بأصعب المراحل، حيث طالب المعتصمون من متحدثين وغيرهم المجتمع الدولي بحماية أبنائهم في ظل ارتفاع حالات قتل الأسرى المتعمد والتي وصلت إلى ما يقارب 60 شهيداً منذ بداية العدوان على قطاع غزة. يعني قرار الانتقام من الأسرى هو جزء لا يتجزأ من قرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. هذا نداء لكل المؤسسات أن تبادر في الأرياف، في المخيمات، في الأحياء، في المدن، أن تجتمع وتلتقي وتناقش وتتعمق في النقاش وتطرح سؤال ما العمل، وأن يصلوا إلى إجابات، يعني دون أن ينتفض الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان، في مواجهة هذه الحرب الآثمة. يعني يجب أن لا نظن أو نعتقد أن النصر سيأتينا من أوروبا ولا من المحكمة الجناية الدولية، تلك جبهات وفضاءات للنضال ولكن هي لا تغطي فضاء العمل والنضال هنا في فلسطين. هذا وأكد أهالي الأسرى أن أبناءهم يخوضون معركة العزة والكرامة ولن يتركوهم وحدهم في ظل الممارسات والانتهاكات الوحشية التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم، وحمل المعتصمون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى مطالبين بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام. رسالتنا لأيهم ولباك الأسرى إن شاء الله إنه إحنا معكم على طول، يعني ما بنقصر فيكم نهائيا، لا بوقفة ولا بجهد ولا بدمعة حتى، يعني ولا بدعاء نهائيا. في صلاتنا متذكرينكم، في أكلنا متذكرينكم، في مشيتنا متذكرينكم، ما بتغيبوا عن بالنا نهائيا. يعني أنتوا العمود تبعنا اللي إحنا بنستنير فيه من شان المشي باك أمورنا باك حياتنا إن شاء الله. أنا زوجة الأسير إبراهيم أبو غضيب من نابلس، هو حاليا بسجن نفحة. إحنا من بداية الحرب من 7 أكتوبر ما بنعرف أي شيء عن زوجي ولا بنعرف شو وضعه. بتمنى من المؤسسات الحقوقية في العالم تنظر لأسرانا اللي بتعرضوا لجميع أنواع التعذيب والتنكيل والحرمان من الأكل والمشرب. رسالتنا لأسرانا أننا معكم، وأنتم تتحدون ممارسات الاحتلال، سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال، سياسة الإهمال الطبي، سياسة القتل، سواء القتل البطيء عبر التجويع عبر الإهمال الطبي أو القتل السريع عبر التصفية الجسدية. وفي ظل حالة الاستفراد بالأسرى والنزعة الانتقامية التي تظهر من خلال ممارسات أبشع أشكال التعذيب بحقهم واستنادا إلى شهادات الأسرى المفرج عنهم، وفي ظل منع زيارات المحامين والأهالي لهم، بدا جليا أن وضع التعذيب الذي يتعرض له الأسرى يزداد سوءا ويأخذ أشكالا أكثر شراسة من السابق، خاصة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك تحت غطاء قانوني وتصريحات من قادة الاحتلال وفي مقدمتهم ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير، الذي لطالما أصدر قرارات عنصرية هدفها التضييق على الأسرى. هدي الشوامري، تلفزيون فلسطين.